أقامت لجنة الشبيبة الاجتماعية التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية بطولة دور السلة الأرثوذكسي الأول للشبيبات والمؤسسات الأرثوذكسية في صالة الأرينا الرياضية في منطقة الشميساني، والتي جاءت تحت رعاية النائب خالد رمضان بحضور عدد من أعضاء الجمعية وفرق كشفية وشبيبات. وقدم عريف الحفل غسان حبش كلمة ترحيبية بالفرق المشاركة، دعين الجميع للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين قضوا نتيجة للإرهاب الغاشم. وألقى السيد إيميل الغوري مقرر اللجنة الاجتماعية كلمة رحب فيها بالمشاركين في البطولة الأولى من نوعها على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن، مشيراً أن هدف هذه البطولة أن تجمع الشبيبات الأرثوذكسية معاً بأجواء الألفة والمحبة. وألقى النائب خالد رمضان كلمة عبر فيها عن شكره للجمعية على دعوتها له لرعاية هذه البطولة، مضيفاً أننا في الأردن بلد الإخاء والمحبة والعيش المشترك، تجمعنا راية المحبة والاعتزاز في ظل القيادة الهاشمية، مؤكداً على دور الرياضة في حياة الشباب. واختتم الاحتفال بتوزيع الدروع والميداليات على الفرق الفائزة في البطولة والتقاط الصور التذكارية. اليوم كان مناسبة للقاء بمحبة وبروح رياضية. في بداية اللقاء الحقيقة وقفنا دقيقة صمت على شهيد الواجب المرحوم قوقزة من القوى الأمنية، ووجود هاي البطولة والرياضة واستمرارنا فيها هي رسالة للإرهاب، إنه هذا الإرهاب لن ينتصر علينا ولن ينتصر على الأردن. إحنا كمان هاي البطولة والحماس اللي فيها قصدنا إن تكون برعاية النائب خالد رمضان، لأنه إحنا أبناء هذا الوطن، إحنا شبيبات أرثوذكسية وشبيبات مسيحية، ولكن إحنا وطن واحد وكلنا في هذا الوطن مع القيادة الهاشمية، يعني كلياتنا منتمين لهذا الوطن. وهذه مش نهاية، هاي بداية أنشطة كبيرة لجمعية الثقافة والتعليم، راح يلحقها بطولة لكرة القدم بالملعب الأخضر هلأ تحت الإنشاء وبطولات أخرى. ونشكر نور سات لأنها بتغطي كل أنشطتنا، وإن شاء الله دائما معا لرفعة الأردن ورفعة شبابه وصباياه. لما نتحدث عن رياضة فإنها رسالة، كيف ترسل الكنيسة وأبنائها وجمعية الثقافة والشباب الأرثوذكسي أننا ناس نحب الحياة. اليوم القدس في قلب التحدي، اليوم القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولذلك الشباب وهم يمارسون الرياضة هم يرسلون رسالة إلى العالم أن رسالتهم إنسانية ورسالتهم ثقافية، أننا شعب واحد في هذه المنطقة، ولا نقبل أن نعيش حياة كريمة هنا بعمان وأهلنا بالقدس أو بمعلولة بالشام أو ببغداد لا يعيشون حياة كريمة كما يعيش كل الناس. ولذلك باختصار رسالة الرياضة اليوم هي رسالة الشعوب أننا نستحق الحياة في هذه الحياة، ورسالة ضد الظلم وضد الظلام وضد الإرهابيين.